FM. الكلمة ليك. كلمة وتكلم وتألم ولتمت في الكلمة. تونيزي تونيزي معاك ربي والنبي. اي والله عندها الحق الاغنيه الشعبيه اللي تقول يا عمي الشيفور امشي دبه دبه. اما البارح قعدت مع الفكدون بتاعي يا اخي سالني في الجنينه قال لي اللي هو ثم شيفور مره واحده؟ قلت له شو معناها؟ قال لي بمعنى اخر ثم كماندا في الطياره ولا رئيس في الشقف ياتيل ان كوموندون دون لافيون. هاك وليت تبرلي بالسوري وليد عمي. قال لي السؤال مطروح والبرحوح مجروح. وذكرت البارح في الايام خسرت تونس في الترقيم السيادي نتاع مختلف الوكالات العالميه المختصه، ورستنا نتسلفوا في الفلوس والسوق الماليه العالميه بنسب فايض كبيره ياسر. وقالت الوكالات اللي التخفيض في ترقيمنا السيادي جاي من الازمه السياسيه، بمعنى اخر فشل السياسيين وخزعبلاتهم وتزليتاتهم هما اللي كانوا الى حد كبير سبب الازمه الاقتصاديه. قلت البارح بالذات رفعت وكاله موديس في الترقيم السياسي بتاع تونس وحياه الانفراج السياسي اللي اثر بالايجاب على الاقتصاد. وفي الاثناء بعد الدهشه اللي صادتهم بعد الانتخابات عاودت استفاقت بعض الاحزاب والشخصيات وبدات تصب في الماء على زيت وتسخن في الاجواء وتبزند وتجبد في حكايات ملحيط وتشعل في النار وتقول الدخان منين طلع الحاسد. كما قالوا ناس بكري اللي كتبوا الديكسيونير لاروس قالوا كلمة قابيجي جاية من كلمة القعبيجي، وعلى ما يبدو القعبيجي جاية من العرب ديالكتال متاع التونيزي، والفاهم يفهمي واللي عامل روحه مش فاهم يزيد يطفي الضوي. وتونيزي تونيزي معك ربي والنبي. وتخطيت سنين عثرتها الكلمات حيوان أنت لا تبقاه لولا الكلمات ويموتنا بلا ذكرى وتبقى الكلمات. كاب اف ام الكلمة ليك.